واحد شوربه صينيه. شوربه صينيه بتلو بلاصه الحريره شويه ومبتلو. شوربه صينيه عندنا ربعه ديال القمر والمقشر. ربعه ديال القمر والمقشر، ربعه ديال القمرونات بقشورهم، ربعه ديال القمرونات بقشورهم محسوبي. تحيه للعائشه وتحيه لكل بهجه في مكانه كان فعلا المدينه كنموت عليها وشعب كنموت عليه ما عرفتش علاش. ربعه ديال القمرونات صدر ديال الدجاج مقطع ما مقشرينش ياك ربعه لا مقشرينش نعم صدر ديال الدجاج مقطع صدير ديال الدجاج فطر اسود نعم يا سلام عاد هاد جبتو عاد قلتو فطر اسود جوج ديال الحبات ديال الماطيشه مقطعين مكعبات جوج حبات ديال الماطيشه مقطعين مكعبات اربعه ديال فصوص الثوم محكوكين يا سلام اربعه ديال فصوص ديال الثوم قزبر مقطع رقيق كيدان شروم داكشي حامضه بقشورها مقطع على اربعه شويه ديال الهريسه ضروريه ماطيشه ديال الحك زيت المائده واحد شويه الشعريه بحال اللي كتدور السيده الحريره نعم شي شويه ولا بدا الا ما جريتي شي شويه وداك الشيء كيبان لك تيطلع وتهبط اذا ماشي شوربه صينيه وبالنسبه باش غندورو هاد الشوربه التدويره ديال الطحين اللي كنديرو الحريره دير السيده نفس الكميه ديال الطحين اللي كاين شويه ما كتزيد كدير ثلاثه المعالق دير معلقه ونص نعم لان هي كتجي خفيفه طريقه كترمي السيده كلشي في الطنجره داك القمر المقشر دوك بعض القمرات كتربي ما كتبقشورهم باش كيتسمو كتخلط كلشي ديال الملح نسيت ديال الملح صافي كترمي السيده كلشي كتخلي داكشي حتى كتحس ان راه غير الكرفات كيطيبوا داكشي كترمي ديك الشعريه كطيب تقريبا مع لان راه حتى هي نفس الفصيله يعني ما تحتاجش طيب بزاف كنعطيو تقريبا كاع واحد نص ساعه راها طابت الا كتقبل ديك الطحين كدير بحال غتدير تدويره ديال الحريره كتدور بها ديك الشوربه وكتخليها كتغلي واحد شويه وهي وجدات نعم ونقدموها بصحه وراحه وحنا كنعرفوا بان الشوربات الاسيويه من اغنى انواع ديال لي سوب في العالم لان كيكون فيها كيكونوا فيها لي زيبيس وتيكون فيها يعني حتى لي زانغريديون اللي تيكونوا مهمين نعم ومفيدين بالنسبه للصحه